فطر صعيد للبنانيين عموما وللمسلمين خصوصا وقبل أن يهل فجر العيد عاد باسكار سليمان جثة هامدة من سوريا منسق القوات اللبنانية في جبيل الذي قتل في ظروف ملتبسة وغامضة لا يزال قتله يطرح أكثر من سؤال فهل قتل بقصد السرقة كما تروج لذلك بعض الأجهزة الأمنية الرسمية أم غدر به اطلاقا من موقعه الحزبي ومن معتقداته السياسيه كما ترجح ذلك القوات اللبنانيه واطياف المعارضه لا جواب نهائيا بعد في انتظار صدور الروايه الرسميه وحتى الان الروايه التي قدمت غير مقنعه كثيرا وتتضمن تفاصيل غامضه لكن مهما كان نوع الجريمه فان اللبنانيين ينتظرون نتائج التحقيق وهم ياملون في ان يكون واضحا وشفافا وعلنيا فلا يكون مصيره كمصير التحقيق في جريمه المرفا مثلا كذلك يامل اللبنانيون في ان تفتح الجريمه المروعه بقوه ملف النازحين السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانيه بصوره غير شرعيه كما ان اغتيال سليمان ينبغي ان يدفع القوى الامنيه الى ان تضع حدا لتسيب الحدود البريه الناتج من ضعف الدوله من جهه وسيطره قوى الامر الواقع عليها من جهه ثانيه